المضرب عصام صاصا والمضرب حسن شاكوش النهاردة بيختفوا الأنظار في حفلتهم الأخيرة في دبي، وردود فعل الجمهور بتكون إيجابية والحفلة بتنجح نجاح كبير. وبالرغم إن حسن شاكوش بيمر بأزمة كبيرة لكنها مش مأثرة على شغله وبيحضر حفلاته كأن مفيش أي حاجة. والحفلة دي مع عصام صاصا تعتبر أول حفلة يحضرها بعد أزمته، وكعادته عصام صاصا بيتألق وبيبدع بشكل كبير لأنه بيمتلك شعبية كبيرة جدا، وهو آخر واحد حصل على جايزة أفضل مطرب مهرجانات في مصر. وحسن شاكوش برضو أخد جايزة أفضل مطرب مهرجانات في مصر عام 2020 أيام مهرجان بنت الجيران اللي كانت مكسرة الدنيا، ومهرجان عود البطل اللي حطمه أرقام قياسية. وبكده نكون وصلنا الفيديو، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.